هذا الافتتاح افتتح ب 185 طالب من البكالوريا 24، دونك خصص له جناح في بولحاف الدير. هذا الجناح يحتوي على 10 حجرات على مدرج ب 360 مقعد بقاعة مؤتمرات 80 ب 80. دونك الان رانا موجودين في الجناح الذي خصص للمكتبه. دونك ان شاء الله الاساتذه دونك كلفوا بجميع المقاييس، وحضرت اليوم الى اول درس، وكان استاذ من جامعه كليه الطب بجامعه باتنا. دونك تليها بيان سور انطلقت اليوم الدراسه. انا طالبه جامعيه في كليه بسام في ميدان الطب. الحمد لله دونك كان حلمي ندير اختصاص طب، نجحت في باك معدل كبير الحمد لله، وكان ادفونتاج كبير لي العام هذا انه كان ملحقه الأخير وخير قريبة للدار، منها ملحقة جديدة صافي راح يكون تكوين أحسن، عدد أقل كيف كيف راح يزيد، أنه لا شانس أنه تكوين يكون أحسن، حاجة ملاح.